الراغبون بالسفر إلى دول منطقة شنغن مستقبلاً، وبمجرد توفر لقاح للمرض سيطلب منهم القيام باختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا قبل تقديم ملف الحصول على الفيزا. وكشف موقع روسيا اليوم يوم السبت أن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي أكد أن أولئك الذين يرغبون بالسفر إلى منطقة شنغن بعد أن تبدأ الدول الأعضاء في العودة إلى طبيعتها تدريجياً قد يضطرون إلى تقديم اختبار كوفيد-19 للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، والذي يجب أن يتم إجراؤه خلال الأسبوعين السابقين لتقديم طلب تأشيرة. وأشار المسؤول إلى أنه بمجرد تأكيد توصل للقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يتلقوا تطعيما على وجه الخصوص إذا ظل الفيروس نشطا. ومن المؤكد أنه بمجرد تقليل مخاطر الوباء وبدء منطقة شنغن في العودة إلى طبيعتها ستبدأ الدول الأعضاء في طلب وثائق إضافية تتعلق بالظروف الصحية لمقدمي الطلب.